بالوحدة والصمت بالوحدة والصمت والحقوق ستعود والحقوق ستعود وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وزارة وهبي فاسدة وزارة وهبي فاسدة وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وزارة وهبي فاسدة وزارة وهبي فاسدة وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وزارة وهبي فاسدة وزارة وهبي فاسدة وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة وزارة وهبي فاسدة وزارة القانون اللي يحمي القانون اللي يحمي ويكون بفك عن دول فلوس ويكون بفك عن دول فلوس وتنجح بلا ضروس وتنجح بلا ضروس وبس تنجح في المحاماة. السلام عليكم، معكم عائشة فاروق، حاضرة عند التنسيقية الوطنية لضحايا مباراة المنتدى بالقضائيين. اليوم حنا بصدد تنظيم واحد الوقفة احتجاجية اللي هي الثالثة من نوعها بعد الخروقات اللي شفتوا في نتائج مباراة المنتدى بالقضائيين. هاد الخروقات اللي كنعتبروها حنا كارثة في حق أبناء الشعب، كنعتبروها مجزرة بعد مجزرة 2022 اللي قامت بها نفس الوزارة ضد أبناء الشعب، اللي هي مجزرة انتحال أهلية لمزاولة مهنة المحاماة. اليوم حنا راه كنقولوا كفى من هاد العبث، كفى من هاد المحسوبيه والزبونيه اللي كتقوم بها وزاره العدل، اللي كتنجح فيها فقط المقربين منها وكترسب ابناء الشعب على حسابهم، واخا ما يكونش عندهم كفاءه، فقط حيت كاينين الاقارب ديالهم داخل وزاره العدل، او حيت مثلا مستشار ديال وزير العدل ولا الكاتبه ديالو، فقط لانهم من العائله ديالو من حقهم انهم يولدوا الوظائف. وابناء الشعب واخا تكون عندهم الكفاءه راه ما بقاتش واكله لهم في هذه البلاد. وكذلك واحد الامر اللي شفناه مؤخرا في الندوه الصحفيه اللي عقدنا، ان وزاره العدل كتصيفط اشخاص اللي كيديروا سياسه الترهيب لبعض المناضلين الجدد وكيهددوهم بانهم الى ظهروا معنا راه غادي يدخلوا اللائحه السوداء. اية لائحه سوداء هذه؟ واش حنا دابا عايشين في البياض؟ راه حنا عايشين في اللائحه السوداء، حنا اصلا نناضل من اجل الخروج من هذه اللائحه السوداء اللي وضعتونا فيها مرغمين. حنا لم نختار اللائحة السوداء، ولكن انتم اختاريتوا انكم تحطوا ابنائكم والاقارب ديالكم في اللائحة البيضاء، في حين ابناء الشعب كلهم حاطينهم في اللائحة السوداء. هادشي كنددوا به، لان حنا تناضلوا باعتبار ان هاد النضال وهاد الوقوف ضد الفساد هو واجب وطني اولا، قبل ما نكونوا متضررين بشكل مباشر من هاد الخروقات. دابا بالنسبة لنا انا ممكن نعتبر ان هذا يمكن يكون اعتراف ضمني او اعتراف صريح من وزاره العدل باللي هي قامت بالانتقام من بعض المناضلين اللي وقفوا ضد كارثه 2022 وتقوم بترسيبهم مع سبق الاصرار والترصد. بالنسبه لي زعما عذر اقبح من زله، ان وزير في وزاره العدل اللي زعما راه العدل ولكن نحن لا نرى العدل يقول انها حسنه. حنا سيد وزير العدل راه في بلاد دوله الحق والقانون، حنا راه ماشي بلاد كتفرق الحسنات، حنا في بلاد كتامن بالكفاءات، بلاد اللي كتطبق فيها القانون. انت راه ماشي فوق القانون، انت راه ماشي ديالك باش تفرق. هذوك مناصب خلقوا من اجل ابناء الشعب، من اجل المتبارين باش ياخذوهم عن جدارة واستحقاق، ماشي باش فرق حسنه. اللي بيفرق حسنه كيفرقها من ماله الخاص، ماشي من المال ديال الدوله. بالنسبه للتعديلات الحكوميه، حنا نتمنى ان تتم اقالته وان تتم محاسبته كذلك. نتمنى زعما انه ما يبقاش في الوزاره، ولكن حتى لو انه زعما ما يبقاش في الوزاره ويبغيو يغطيو على هاد الفضائح والكوارث والمجازر اللي كترتكب في حق ابناء الشعب فقط بانهم يحيدوه وما يحاسبوش او لا ما يردوش لنا حقنا، فاحنا غنبقاو مستمرين. واخا يجي وزير جديد راه غنبقاو مستمرين في النضالات، لاننا نطلب ان يتم انصافنا. حنا راه كنطالبوا بالعدل والانصاف، كنطالبوا بحقوقنا التي سلبت، كنطالبوا بان دوك النتائج الفاسده اللي كانوا في عهد وهبي يتلغاو كاملين ويترجعوا الحقوق لاصحابها.
اليوم كنجو كنحتجوا استمرارا في المعركه النضاليه ديالنا ضد الفساد اللي كتشهدوا المباريات والامتحانات ديال وزاره العدل. هذه المباريات اللي بدات بالامتحان ديال المحاماه اللي كانت فيه واحد العشرات ديال الخروقات الواضحه والمفضوحه، كانت مجموعه من التلاعبات الغير مقبوله واللي الراي العام كلشي كان تابعها، وكان اراء ديال قضاة وديال المحاميين وديال مجموعه ديال الهيئات السياسيه والحقوقيه اللي عبرت على انه لا يمكن القبول بهذه الخروقات هذه. نعم كانت تلاعبات في واحد المجموعه ديال المباريات، ولكن اللي عنده كفاءه كان كيدوز، وكان كيدوز داكشي من تحتها وكيحترم الضوابط القانونيه ما كتخرقش. لكن وهبيه عبته بالقانون يضرب بها عرض الحائط وكيخرقوا بواحد الشكل فج. فشنو هو شنو هي الرساله اللي غادي يوجه لينا الا كان هو وزير العدل اللي مفروض فيه يضمن ويحمي الحقوق والحريات، كيخرق القانون واللي مفروض فيه انه هو اللي كيساهم في العمل التشريعي وفي حمايه القوانين. لذلك نقول ان هذا العبث لا يمكن القبول به. ولاش كدير انت قانون منظم للمباراه او للامتحان الا بغيتي انك تخرقه بواحد الشكل فج وبواحد الشكل اللي مفضوح؟ لذلك ما ديرش قانون مؤطر لها. كيفاش كتخرق قانون الوظيفه العموميه وكتوظف واحد اللي قرب السن ديال التقاعد وصل ل 50 سنه كتعطيه منصب مالي بواحد الشكل اللي عبثي وبواحد الشكل اللي كيخرق القانون؟ لذلك نقول ان هذه الخروقات هذه لا يمكن السكوت عليها، وكنشوفوا انهم كينجحوا غير في ولادهم في المقربين ديالهم، نجحوا جميع الابناء ديالهم، بل نجحوا حتى ابناء المستخدمين ديالهم والمقربين ديالهم والاصهار ديالهم. لذلك هذه الوزيعه السياسيه والعائليه اللي بانت مؤخرا في امتحان المنتدبين بواحد الشكل فج واللي كانت قبل في امتحان المحاماه، ما يكرس هذا الفساد والاستمراريه ديالو بهذا الشكل البشع هو انه وهبي ما لقاش اللي وضعوا عند حده، وهبي ما لقاش اللي حاسبوا، وهبي ما لقاش اللي سالوا. لذلك من الضروري ان المؤسسات الدستوريه انها تتحرك، ان النيابه العامه تفتح تحقيق نزيه وشفاف هذه النازله هذه، وان القضاء يضرب بيد من حديد على ايدي هاد الناس اللي كيعبثوا بالمصير وبالمستقبل ديال ابناء الشعب. ولا يمكننا كطلبه وكخريجين ديال القانون اننا نشوف القانون ينتهك والحقوق ديالنا تنتهك وتسلب بهذا الشكل هذا ونبقاو ساكتين. لذلك من الضروري انه جميع خريجي الجامعات وطلبه الجامعات بمختلف التخصصات ماشي غير القانون يخرجوا يدافعوا على حقهم، لانه اليوم هذه المبادئ الدستوريه ديال الشفافيه وديال تكافؤ الفرص تضرب عرض الحائط وتنتهك والحقوق ديالهم تسلب وتنهب. وهبي كيوهب من ما بغى وكيقلع من ما بغى وكيرسب اللي بغى من ابناء الشعب فقط لان هذوك الناس عندهم مقربين ديالهم، فقط لان هذوك الناس وهبي كينعم عليهم من المال العام ومن الوظائف العموميه في الوقت اللي حنا كنجوك بحال شي كومبارس كيستعملونا كنمثلوا واحد الدور ديال انه تم اجتياز هذه المباريات في واحد الشكل اللي اجتازوها جميع ابناء الشعب وكينجح فيها فقط المقربين منهم. الخطوات النضاليه المقبله حنا ماشيين بواحد التدرج، كنقوموا بوقفات احتجاجيه، مقبلين كذلك على خطوات قانونيه وترافعيه بهذا الصدد، ولكن كذلك اذا لم يتم احقاق الحقوق ديالنا واذا لم تتدخل المؤسسات الانصافنا غادي نضطروا اننا ناخذوا اشكال تصعيديه غير مسبوقه، لانه ملي كيقتل واحد الاحلام ديالك وكيقتل المستقبل ديالك وكيحرمك من الوظيفه العموميه وكيحرمك من الحق ديالك انك تولج ليها باستحقاق، فكون اكيد ان الموت ديالنا احسن من الحياه، وهذه راه معركه ديال الموت او الحياه، لان لا يمكن اننا نقبلوا بهذا العبث وبالتلاعب بالمصير ديالنا والمستقبل ديالنا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.